Down, down, Al Saud. 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 UK government, stop supporting dictators. Stop supporting dictators. Stop supporting Al Saud. Stop supporting Al Saud. Stop supporting Al Saud. Whether in Bahrain, whether in Yemen, whether in Iran, whether in Syria, whether in Lebanon, whether in Egypt, in Libya, in Tunisia, in Mali, in Algeria, you name it, and you see the fingertips of this brutal terrorist regime of Bani Saud, who supply arms for the last decades and decades to this brutal terrorist regime. What's happening in Yemen the last 4 years is tragic. From the roots of Yemen. Waiting and struggling. 1, 2, 3, 4. Al Saud no more. 1, 2, 3, 4. Al Saud no more. Criminal family. Murderer. Baby killer. Dictator. Fascist. نعزي أهلنا في القطيف والإحساء وفي عموم الجزيرة العربية على هذا الفقد وعلى هذه المصيبة الجلل، وأيضا نفخر أن هؤلاء الذين استشهدوا بالأمس هم من صفوة هذا المجتمع الذين طالبوا بالحق وساروا على طريق الله وقدموا أنفسهم في سبيل الله. النظام السعودي مخطئ عندما يفكر أن هذه الجرائم بهذا الحجم قد تجعل أي حر في هذا العالم بما فيه أهلنا في الجزيرة العربية يتراجع عن كرامته وعن عزته ويتنازل عن حقوقه، ويخطئ عندما يفكر أن هذه الدماء التي يدفعها من أجل الأمريكي والصهيوني سوف تطيل في عرشه وفي عمر حكمه، ويخطئ عندما يعتقد أن القوة ممكن أن تقتل روح الثورة وروح الإباء وتقتل الإنسانية وتقتل العزة والكرامة في نفوس الناس. آل سعود بيبي كيلرز. آل سعود ديكتاتورز. آل سعود فاشيست. آل سعود كريمنال فاميلي. آل سعود. الجريمة التي ارتكبها السعوديون في الأيام الأخيرة تؤكد ضرورة أن يقف هذا العالم بوجههم، لأن هذه الطبيعة وهذا النهج هو الذي يؤدي إلى هذا العنف الذي نراه في العالم. فما حدث في سريلانكا من قتل أكثر من 300 مصل من المسيحيين إنما هو امتداد واستمرار وانعكاس لهذه العقلية، عقلية التكفير والقتل والدم والصمت والتي ينتهجها السعوديون. 1, 2, 3, 4. آل سعود no more. 5, 6, 7, 8. Saudi is a terrorist state. 1, 2, 3, 4. آل سعود no more. 5, 6, 7, 8. Saudi is a terrorist state. بينما نرى هذا النظام المجرم عندما يعتقل بعض الدواعش الذين قتلوا وفجروا وعادوا، عندما يعتقلهم يدخلهم في برامج يسميها برامج المناصحة لأيام دورات تأهيلية كما يسميها، ثم يخرجهم إلى الحياة مكرمين معززين. هذه نوع من الاستفزاز والاستهزاء بكل المقاييس والقيم والمشاعر الإنسانية والقوانين الدولية. 1, 2, 3, 4. آل سعود no more. 5, 6, 7, 8. Saudi is a terrorist state. 5, 6, 7, 8. Saudi is a terrorist state. Down, down, Al Saud. Down, down, Al Saud.